لكم عاملين ايه مع الخصوصيه دي النهارده. بتكلم مع الكوفي كورنر بتاعي، عملته مليون مره، بس في الايام الاخيره دي او في الفتره الاخيره دي حسيت ان انا كنت عايزه افضي الرخامه. كل مره كنت بعمله كده تبقى الرخامه مليانه واخده، يعني كل الحاجات دي كده بتبقى موجوده على الرخامه، لدرجه ان جوزي لما كان بيجي يعمل شاي ما بيبقاش اصلا مكان يحط عليه كوبايه الشاي، انتوا متخيلين؟ فيلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام، نقمر ايه؟ نقرب بقى الكاميرا شوية كده عشان الدنيا تبان اكتر. طبعا انتوا واخدين بالكم ان انا مرتاحة شوية في التصوير، لان انا جبت ستاند الحمد لله. فهتكلم معاكم بقى بالتفصيل، يلا بينا. اول حاجة انا عملت ستاند زي ده، جمعت فيه كل الحاجات اللي تخص الشاي والقهوة. هو بقى عبارة عن ايه؟ جبت الستاند بتاع ايكيا ده، ركبت الاتنين فوق بعض، الحجم الكبير والحجم الصغير، وبعد كده رحت جبت بقى كل الحاجات اللي انا كنت احطها على الرخامه، عشان زي ما قلت لكم يعني ان انا عايزه افضي الرخامه. المهم جبت الكافي والسكر والتي، وانا اجنبيه ولا مصريه، جبت الشاي والقهوه. انا بقرا البتاع، بصوا انا ملمتش، فالدنيا متظبطه معايا. بصوا اول حاجه انا جبت الستاند بتاع ايكيا ده، ده بيتباع لوحده، ده بيتباع لوحده. طبعا في ناس كتير عارفه بس انا بقول برضو برغي يعني. ركبتهم فوق بعض وحطيت اول حاجه البرطمانات بتاعه الشاي والسكر والكوفي، مقطوع الكوفي بس هو نسكويك اصلا، عشان انا ما بشربش قهوه، عشان انا ما بشرب قهوه ضغطي بينزل، مش عارفه ده طبيعي ولا لا. المهم السكر والشاي والقهوه، وانا بدعم القهوه جدا فحط نسكويك. تمام، هو انا اتكسرت وبوظلي الفيديو. المهم بعد كده عندي هنا السبرتايه وعندي برطمان القهوه، وبما ان انا قلت لكم ما بشربش قهوه فبرطمان القهوه بالفعل فاضي خالص، بس لو انت بتحب القهوه هذا البرطمان ده هينفعك قوي، علشان بيكتم يعني القهوه، بيحفظ القهوه وريحتها وطعمها. تمام، ممكن تحطيه في الثلاجه عادي. وبعد كده حطيت فوق هنا الكوبايه بتاعت النسكويك. تمام، الكوبايه بتاعت النسكويك دي موجوده في كل حته، انا كنت بس دي ما بتحطش فيها حاجات سخنه، لو تحط فيها حاجات سخنه هتفرقع، لان الازاز بتاعها مش قابل ان هو يتحط فيها حاجات سخنه، تحط فيها مشروبات ساقعه بس. ودي جايباها برده من ايكيا او مش عارف ايه، ودي كمان جايباها من ايكيا كمان، بحط فيها بقى ايدبان وبوري وولاعه بايظه. ماشي، بحط فيها شوكولاته وحاجات يعني بسكوت، بس حاليا الدنيا مش. بعد كده حطيت اللي هنا ده كده، حطيت بقى شفاطات كتير علشان، او شريمان انا بحب اشفط، علشان مثلا لو عملت عصير او اي حاجه اعملها. يجي بقى الجزء ده اللي بينور ده، استنى اوريه لكم اهو. الجزء ده عباره عن ايه؟ عن برطمانات، هنا في قرنفل وهنا في نعناع اخضر ناشف، وفي هنا مرمريه. في ناس كتير ما بتعرفش المرمريه، بس هي المرمريه بتتحط على الشاي بيبقى طعمها حلو قوي. انا بحط الحاجات دي لما يكون صاحبه مزاج كده بحطهم على الشاي. تمام، وفي ناس بتحط حبه هنا على الشاي بس انا مجربتهوش ابدا. وجبت بقى بصوا استنى اقول لكم واحده واحده. جبت بقى القماشه دي من عند ماما، قلت ايه عشان يبقى روح امي في المكان، نفس ماما في المكان، وكمان عامله تاتش الوان بندي والكوبايه دي، طبعا الفن بتاعي بيبان. وحاطه بقى هنا بقيه الحاجات بتاعت الكوفي كورنر اللي هي الفناجيل، وحاطه الكنكه والكنكه الصغيره كمان اهي عشان ماشي، وحاطه المشبك ده اللي جابوه هنا. المشبك ده بقى بالصدفه طالما هو جه يعني هقول لازمته ايه. اصلا لازمته انا بقفل بيه الاكياس عشان بصوا في زي كاوتش كده فيه من تحت حلو جدا، فلو انت لقيتي المشبك ده عشان تقفلي بيها كيس المكرونه او اي كيس يعني، بقفل بكيس اللبن فحلو قوي. ودول الحاجات دي حلوه قوي، الصفايات دي ساعات بحط فيها مثلا فيها شاي اخضر، لسه اتكلم في الكلام ده، وتحطيه كده بدل الفتله، لان اصلا بيقولوا ان الفتله دي مضره، لسه عارفه قريب مع ان هي عندي بس هي بيقولوا ان هي مضره. تمام، ودي ساعات بسخن فيها اللبن استلس، انا ما بحبش الكنكات الاستلس بس اغلبيه الكنك استلس، النحاس طبعا احسن. تمام،
وكده خلاص. دي عجنت اللي هي بتاعت البيتزا دي، اسمها ايه اللي بنفرد بيها البيتزا، فانا حطاها هنا علشان حسيت ان شكلها حلو، ملهاش دعوه في الكورنر بس انا حطها كده وخلاص. وده الكاتل اللي هو المهم اصلا في الموضوع، وورا كده في بتاعت اللي بنحط فيها المجات، بس مفيش مجات. والكنك ده برضو بسخن فيه حاجات كتير. تمام، بص التفاصيل اللي تحت بقى عباره عن ايه. اول حاجه ده شاي اخضر ماشي، وده شاي معرفش اسمه ايه بس هو شاي برضو، لو نفسك ما سمعتوش حاجه. جبت برضو الزرع ده وحطيته عشان يدي منظر للمكان يعني. والحاجات دي بقى طبعا بيتحط عليها الشاي عشان الحاجات السخنه مش عارف ايه. انا بستخدم دي كتير قوي وعمليه قوي، كانت رخيصه اصلا، فانت لو هتيها عمليه. ودي ما استخدمتهاش ولا مره عشان خايفه على شكلها، فحطها كديكور بس ماشي، بس ما استخدمتهاش. حط بقى كل حاجه مكانها. طبعا البرطمانين اللي هما دول الاساس بتوع النوتيلا تمام، فانا مش شارياهم، انا حبيت شكلهم فحطهم للنوتيلا. وكده انا قلت لكم كل حاجه. فنصيحه مني مؤخرا يعني، فضي الرخامه بتاعتك علشان تستعمليها صح، وما تعمليش زحمه بقى وزيطه وغمبليطه والحاجات دي. حاولي ان انت تسهلي الدنيا، ويا رب تكون استفدت من الفيديو. و كنت هنسى، اعملي لايك واشتراك للفيديو لو عجبك الفيديو واستفدتي. استفدت يعني، بصي لو استفدتي باي حاجه، هو انا ما اعتقدش انت استفدتي بحاجه يعني، بس لا بجد يعني عايزه اقول حاجه، ان في ناس كتير بتقول ان انا نعمل كوفي كورنر ازاي، وساعات من الناس بتحط حاجات ملهاش لازمه، وحطي الحاجات اللي انت بتستعمليها بس يعني، حطي يعني رتبي الدنيا كده يعني. هو اسمه كوفي كورنر يعني، اللي بيبقى كورنر بسيط كده بيتحط فيه، كوفي كورنر مش كورنر يعني، حته بسيطه تحط فيها الشاي عشان نوفر بقيه الرخامه. وانا ما بحبش الكوفي كورنر اللي بيبقى بره المطبخ، لان الكوبايات بقى يعني انا افضل احط شاي يعني ليه، مش فاهمه فكره ان انا اعمل كوفي كورنر جنب الكنبه بتاعت الانتريه يعني. عارف انت تعمل امتى؟ لما انت تكون عندك اصلا امريكان كيتشن يعني، عندك مطبخ مفتوح هو جنب المطبخ، فانت كده كده ايه منك وعليك يعني، يعني الكوبايات هتخلص ومثلا الناس تشرب خلاص هتحطها في الحوض. لكن انا بقى ايه اللي يعني هحطهم فين الكوبايات؟ بص بحس كده ان هي حاجه ايه هتبهدل لي الصاله وخلاص، فانا ما بحبهاش. انا بحب الكوفي كورنر او ركن الشاي والقهوه. كوفي كورنر ده عماله اقولها كتير، واصلا مفيش كوفي اصلا في الكورنر خالص، انا حاطه شاي بس. فيا رب تكوني استفدتي، واعملي لايك واعملي الاشتراك، واشوفكم الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.